السلام عليكم. اليوم غادي نصايبو ان شاء الله الطاجين ديال الحوت اولا سمكه على شكل طاجين بالمرقه ديالها. غنديرها في الفران. غنشارك معكم الطريقه ديالي. غنحتاجو سمكه كبيره هذا الحجم اولا حتى الا كانوا جوج صغار على حسب شحال افراد ديال العائله. المهم هذا القياس اللي غادي ندير انايا اللي بغا يتبعو. غادي ندير فيه انا بطاطا صغيره حيت غادي نقيها نقسمها غير على جوج. غادي ندير خيزو، فلفله خضراء، غنحتاجو الحامض، نحتاجو الثومه، مطيشه فريش غنحكوها، وكذلك غنزيدو شويه ديال مطيشه صوص. اللي ما عندوش صوص يقدر يطلق شويه ديال الحب، يطلق جوج معالق بالماء. غنحتاج الزيتون هذا اللي فيه فلفله لداخل، اي زيتون غادي نقطعو طريفات صغار. زيت العود، وطبعا العطريه عندي شويه ديال السكنجبير، التحميره، الكمون، الحار، البزار، وشويه ديال الخرقوم. ما تكثروش الخرقوم لان فيها التحميره. اولا غادي نبداو بالسمكه نشرملوها التشرميله العاديه ديالنا اللي كنديرو في الحوت. قزبر ومعنوس، زيت العود، الحامض معصور، الثومه، العطريه، التحميره، البزار، الملح، شويه سكينجبير، شويه ديال الكركم ماشي كتير. غادي نحل السمكه ديالي هكا باش ندخل التشرميله لداخل. ندير لا ميم شوز هكايا من الجهه الاخرى، ماشي بزاف، ما تغرقوهاش بزاف. نشرملوها ونحطوها على الجنب باش نجهزوا الخضره ديالنا. اللي ما كيبغيش يطيب الراس يحيدو، هو كيجي في المنظر زوين. نحاول ندخلو العطريه هنايا، غادي نديرها في الطبسيل باش الا طاحت ليا لاصوص تبقى تما. شملوها كامله، نخليوها هكايا ونمشيو نوجدو الخضره ديالنا اللي غنديرو معاها. انا وجدت كلهم المقادير ديالي. خزو انا قطعته هكا، تقدروا تقطعوه طويل تحيدوا له الوسط كيما بغيتوا، هكا كيجي مزيان. ولا ما كانش خزو كيطيب عندكم بالزربه ديروا له نص سلقه. البطاطا كما قلت صغيره قطعتها على النص، الفلفله، الحامض، الزيتون انا قطعته دواور صغار حتى الاخر منين نعري على الحوت عاد غادي نزيدو. عندي هنايا ثلاثه المطيشات حكيتهم، قزبر ومعدنوس، ثومه ما قطعتهاش ما حكيتهاش خليتها طريفات باينين. عندي العطريه، النص العطريه درتو في لاصوص الاولى، النص غادي نديرو هنايا. تحميره، بزار، كمون، شويه الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الحار. دابا غادي نزيد لها هاد جوج معالق كبار ديال صوص طوماط. كما قلت اللي ما عندوش صوص طوماط يدير هذه المطيشه الحب يطلقها بشويه الماء. دابا الخليط ديالنا خلطناه مزيان. غنوريكم واحد الطريقه. اولا غادي نهزو خزو كامل وغادي نديروه في هذيك لاصوص باش يتشرب هذيك لاصوص كامله. غادي نبداو بخيزو هو الاول، غادي ندخلو فيه هذيك لاصوص بحال هكا. وغادي نحيدوه بلا ما ناخذو لاصوص كامله، نحيدوه بحال هكا نديروه في اللاطه. خزو غادي نخليو منه شويه في الوسط باش نحطو عليه السمكه، لان باش ما تلصقش لينا. خزو ما كيتحرقش، ما غاديش يلصق. ما نديروش البطاطا، نديرو خزو بحال هكا. نجيبو السمكه ديالنا نحطوها في النص. هذاك لاصوص اللي بقى عندنا في الطبسيل نستعملوه من اللحوش.
دابا غنديروا نفس الطريقه البطاطا، نديروها كلها تما. باش يدخل فيها التحميره يدخل فيها العطريه كامله وجيها اللون. دابا غنديروا بطاطا في الجنب، الجناب بحال هكا. اللي بغى يكثر الخضر اكثر من هذا الشيء يكثر، انا هذا الشيء اللي غادي يتكال ليا. نستفو الفلفله فوق الخضره او فوق السمكه كيف ما بغيتو بحال هكا. نديرو شويه الحامض، حتى لما كانش الحامض فريش تقدروا ديروا حتى المسير كيجي فيه زوين بحال هكايا. كيف ما قلت الزيتون قطعته طريفات صغار حتى نعري عليها في الاخير، عاد نديرو في وسط لاصوص. مازال غادي نزيد ليها شويه ديال الماء، واحد الكاس ديال الماء، ماشي كاس صغير ديال الماء، ونغطيها ببابي المنيوم وندخلها الفران درجه 400 حتى نحس بالخضره طابت. الحوت دغيا غادي يطيب ملي غنحس بالخضره طابت، غادي نعري عليها باش تحمر شي شويه، تشرب المرقه ديالها تجي شويه عاقده. وقبل ما تدخلوها الفران ديروا لها شويه زيت العود من الفوق. ان شاء الله نطيبوها ونرجعوا نشوفوا كيفاش. وهذه السمكه ديالنا طابت كما قلت، درتها على في الفران على درجه 400 وخليتها نص ساعه تقريبا حتى بنت لي البطاطا بدات كطيب. عاد عريت عليها وخليتها شربت شويه المرقه ديالها، كتجي زوينه بزاف. و شي مرقه ديالها خاطره، البطاطا طايبه، كلشي طايب. ودرت فيها الزيتون في الاخير، قطعته شرائح ولحته فيها. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، تجربوها وشكرا على المتابعه.